عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مي عبد الفتاح من قناة كبسولة طبية. إن شاء الله نتكلم مع بعض النهاردة عن الأحياء والناس اللي ضايعة خالص مادة الأحياء سنة أولى ثانوي الترم الأول. طبعا الامتحان خاص على الأبواب والناس سايبين المادة لما اتزنقوا خالص. أكيد 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 الفيديو ده هيفيدك، لأن إن شاء الله نتكلم عن المنهج كله في الفيديو ده، تمام؟ فأكيد بإذن الله هتلاقي نفسك استفدت كتير في نهاية الفيديو. يلا معانا بسم الله. طيب اول حاجه معانا هنتكلم معاها نقسم بقى ايه. طبعا احنا عندنا الاحياء بابين، هناخد باب الاول كده في عجاله، اهم النقاط اهم من كل حاجه، بحيث انك تكون لميت معايا المنهج في اخر الفيديو باذن الله تعالى. يا ريت الناس تكتب معايا وتتفاعل معايا كان انا وانت ايه في درس خاص كده مش اونلاين. يلا معايا بسم الله. اول حاجه معانا عندك في الاحياء في الباب الاول كان بيكلم لك عن الجزيئات العضويه والجزيئات الغير عضويه. طيب يعني ايه جزيئات عضويه؟ ببساطه خالص يعني جزيئات تحتوي على ذرة كربون وهيدروجين. ذرات تحتوي او جزيئات تحتوي على ذرة كربون طب وهيدروجين. طيب خلي بالك الجزيئات العضوية دي ليها اسم تاني اسمها الجزيئات البيولوجية الكبيرة. يعني ايه جزيئات بيولوجية؟ يعني كلمة بيولوجية دي يعني جزيئات حيوية. طب يعني كلمة جزيئات حيوية كبيرة؟ حيوية يعني حية، يعني جاية من حياة، يعني الجزيئات الحية الكبيرة او الجزيئات الحيويه الكبيره. بمعنى ايه؟ ايه الجزيئات الحيويه اللي هي ليها علاقه بالحياه، اللي هو لو احنا من غيرها ما نقدرش نعيش. جسمك لازم يكون فيه بيحتوي على الجزيئات الحيويه دي او البيولوجيه دي. زي مين؟ يبقى الجزيئات العضويه او الجزيئات البيولوجيه دي زي مين؟ زي البروتينات، دي جزيئات بيولوجيه كبيره او جزيئات عضويه. زي الليبيدات، زي الاحماض النوويه اللي هو الدي ان اي والار ان اي. زي الكربوهيدرات اللي هو السكريات والنشويات والخضروات. يبقى كل اللي انا قلته دلوقتي دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزيئات عضويه بتحتوي على ذره كربون وهيدروجين بشكل اساسي. زي مين؟ قلنا الكربوهيدرات فيه كربون وهيدروجين، الليبيدات فيه كربون وهيدروجين اساسي، الاحماض النوويه الدي ان اي الار ان اي فيه كربون وهيدروجين. خلاص كده يبقى انت ما يخدعكش كلمه ايه؟ الجزيئات العضويه او الجزيئات البيولوجيه هي نفس المحتوى. طيب الجزيئات الغير عضويه يعني الجزيئات اللي ما عندهاش ذره كربون بشكل اساسي. زي مين؟ زي الميه H2O عندها كربون؟ لا. زي الاملاح المعدنيه زي مين؟ زي مثلا NaCl كلور الصوديوم ده عباره عن كربون؟ لا. يبقى دي جزيئات غير عضويه. كمل معايا. عندنا بعدين في حاجه اسمها الكربوهيدرات. زي ايه الكربوهيدرات؟ بص بقى الاوراق، الخضروات، الفواكه، السكريات، النشويات، كل ده تبع قسم الكربوهيدرات. برضو عايز افهم طب انت قسمتيها ازاي؟ هقسمها حسب التركيب الجزيئي، حسب الجزيئات بتاعتها. تقسم لحاجتين بسيطه ومعقده. البسيطه نفسها بقسمها لحاجتين كربوهيدرات بسيطه احاديه وكربوهيدرات بسيطه ثنائيه. طب اهدى بقى ركز معايا. صلي بقى على النبي، في واحد صعيدي، طبعا مع احترامي الصعيده يعني، لما بيجي مثلا ايه مثلا او مش صعيدي او اي حاجه يجي يقول لك ايه ازيك يا عم عامل ايه؟ جفك. جفك اللي هو جه يعني من كفك او اي حاجه بس انت انطاها بالجيم، معلش كده وكده. تعالى بقى الجيم دي اختصار لايه؟ لجلوكوز. كمل معايا. طب والف؟ لفركتوز. طب والجيم الثالثه؟ جلاكتوز. يبقى السكريات الاحاديه البسيطه متقسمه في كده موجوده في كلمه ايه؟ جفك. جلوكوز فركتوز جلاكتوز اهو، جلوكوز فركتوز جلاكتوز. وفي واحد كمان بس ما دخلتوش في المثال اسمه رايبوز. طب ركز بقى معايا، خلي بالك ان انا عندي الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز الثلاثة دول نفس الصيغة C6H12O6. خلي بالك الثلاث سكريات نفس عدد ذرات الكربون، نفس عدد ذرات الهيدروجين والأكسجين، ولكن التركيب البنائي أو الشكل المركب ده غير ده غير ده، ولكن الثلاثة بيتفقوا في الصيغة الجزيئية لو عدد الذرات. تمام كده؟ طيب تمام بسم الله. طب والرايبوز؟ الريبوز رمزه ايه؟ الريبوز رمزه C5H10O5. خلاص كده؟ طيب ماشي. طيب السكريات البسيطة
الثنائيه، يبقى احنا خدنا نوعين، احاديه بسيطه احاديه وبسيطه ثنائيه. الثنائيه بقى الثنائيه بتكون من جزيئين، ركز معايا. بسم الله. طب احنا كنا بنتكلم عن الكربوهيدرات، ماشي. الثنائيه بقى زي مين؟ زي اللاكتوز. ها تاني كده، اللاكتوز، السكروز، المالتوز. صلي بقى عنه. دي كلها سكريات بسيطة ولكن ثنائية. يعني ايه؟ يعني تتكون من جزيئين او من وحدتين من السكر. بص بقى يا سيدي، انا عندي اللاكتوز عبارة عن جلوكوز، وحدة جلوكوز زائد حاجة تانية، والسكروز عبارة عن جلوكوز زائد، والمالتوز عبارة عن جلوكوز زائد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني الثلاث سكريات دول متوحدين او التلاتة عندهم وحدة أساسية بنكررة عبارة عن جلوكوز. اه جلوكوز جلوكوز جلوكوز. ولكن تعالوا معايا، اللاكتوز عبارة عن وحدتين أو جزيئين، جلوكوز زائد جالاكتوز. اه تعالى كده، تعالى حفظهالك. بص انت بإذن الله كمل معايا تطلع من الفيديو حافظ. بص هنا، مش ده قالك لاكتوز يبقى هنا في جالاكتوز اهي، جواها ايه؟ الجالاكتوز جواها ايه؟ جالاكتوز، يبقى فيها لاكتوز اهي. يبقى اللاكتوز عباره عن جلوكوز وجالاكتوز. المالتوز طيبه وبنت حلال. يعني ايه طيبه وبنت حلال؟ يعني عباره عن جلوكوز زي الجلوكوز، وحدتين متشابهين. طيب يبقى السكروز عباره عن ايه؟ مين اللي ناقص ما اتكلمناش عنده؟ جلوكوز وفركتوز. خلاص كده؟ يبقى هو هنا، يبقى اللاكتوز اللام داخله هنا، يبقى جلوكوز جلاكتوز، السكروز عباره عن جلوكوز وفركتوز، المالتوز المالتوز طيبه وبنت حلال عباره عن وحدتين شبه بعض عشان ما تلخبطش، جلوكوز وجلوكوز. طيب طب انا عندي بقى في سكريات او كربوهيدرات معقده. يعني ايه معقده؟ تعال هنا يا باشا، المعقده بقى معقده يعني تتكون من سلسله من الوحدات، سلسلة يا باشا. بس خلي بالك مش اتنين زي سكر الثنائي، لا ده سلسلة من الوحدات المتكررة. بس خلي بالك كل وحدة اسمها جلوكوز. يبقى السكريات المعقدة او الكربوهيدرات المعقدة عبارة عن سلسلة من الوحدات المتكررة من مين؟ من الجلوكوز. يعني ده عبارة عن جلوكوز مرتبط بجلوكوز، جلوكوز جلوكوز جلوكوز. بس خلي بالك هنا، الكربوهيدرات المعقدة الأمثلة بتاعتي النشا، السيلوز، الجلايكوجين. النشا سلسلة كبيرة معقدة من الجلوكوز أهي، يعني ده كان ممكن يبقى نشا. طب والسيلوز برضه سلسلة معقدة من الجلوكوز. طب والجلايكوجين برضه سلسلة معقدة من السيلوز من الجلوكوز. خلاص كده؟ يبقى السلسلة دي كان ممكن تبقى سيلوز، ممكن تبقى جلايكوجين، ممكن تبقى نشا. ولكن بص بقى، النشا ده مصدر للطاقة في النبات. يعني النبات لما يكون بيخزن الكربوهيدرات بتاعته، لما بيجي يصنع جلوكوز ويخزن الجلوكوز ده او الكربوهيدرات دي بيخزنها في شكل ايه؟ يبقى عشان يكون مصدر للطاقة بتاعته نشا. طب الانسان، انا اكلت كربوهيدرات عيش ومش عارفة ايه وحاجات زي كده، فجسمي عايز يخزن الزيادة من الكربوهيدرات، يخزنها في جسمي في العضلات والكبد فين؟ على شكل ايه؟ على شكل جلايكوجين. طب ايه السيلوز ده؟ ايه لازمته؟ بص بقى، عارف الجدار الخلوي بتاع النبات، جدار الخليه بتاع النبات ده عباره عن سيلولوز، بيحتوي على السيلولوز علشان يدي شكل معين ودعامه للايه؟ للجدار الخلوي للنبات. طب كمل معايا، في هنا الكواشف جمعتها لك كلها. في كاشف اسمه بندكت، يلا معايا. بندكت، بندكت ده بيكشف عن ايه؟ بيكشف عن وجود السكريات الاحاديه وبعض الثنائيه. طيب بمعنى ايه؟ انا مثلا لو في تجربه وانا عايز اقول لك، بقول لك يا فلان تعالى كده قول لي الفرق ما بين الابيض ده والابيض ده والابيض ده والابيض ده، هتقول لي ايه؟ طب خلاص احط كاشف. اقول لك طلع لي فيهم السكر الاحادي، قلت لي اه والله سكر احادي، يبقى احط كاشف بندكت واشوف. لو الكاشف ده اتفاعل مع حاجه وتحول لونه للون البرتقاني، يعني ده كده بيتحول للون البرتقاني في وجود السكر الاحادي او الثنائي. طيب اليود بيكشف عن وجود مين؟ النشا.
يبقى اليود نشا. اليود اصلا لونه ايه؟ ده معناه بيتحول الى اليود نفسه لونه برتقالي، لكن لما بيتفاعل مع النشا بيتحول للون الازرق. طيب ماشي. طب البيوريت ده بيكشف عن وجود البروتين. لو انا مثلا حطيت حاجه فيها بروتين واقول لك انا عايز اكشف عنه، عايز اعرف ان ده البروتين، هتقول لي حطي كاشف بيوريت. البيوريت ده يتحول لونه بنفسجي. طيب السودان أربعة، خلي بالك السودان أربعة بيكشف عن وجود مين؟ الليبيدات، بيتحول لون اللون الأحمر. خلاص كده يبقى أنا عندي كام كاشف في المنهج كلهم؟ أربعة. البندكت بيكشف عن السكات الأحادية، اليود النشا، بيوريت البروتين، السودان أربعة من الليبيدات. ده بيتحول لونه بعد ما بيتفاعل مع المادة للون برتقالي، ده بيتحول للأزرق، ده بيتحول للبنفسجي، ده بيتحول للأحمر. كمل معايا. تاني حاجة عايزة اتكلم معاها، خلي بالك بقى برضو في حاجة عايزة اقولها، الكربوهيدرات كل ده، كل الكربوهيدرات سواء بسيطة احادية او بسيطة ثنائية او معقدة بتتشابه مع بعض ان هي عندها العناصر الكيمياء بتاعتها عبارة عن ذرة كربون وهيدروجين واكسجين، ما عندهاش غير دول. المركب عبارة عن كربون هيدروجين اكسجين. طب تعالى هنا الليبيدات، هاجي هصنفها على حسب التركيب الكيميائي بتاعها. الليبيدات بسيطة معقدة مشتق. طيب الليبيد البسيط عباره عن ايه؟ بص بقى، زيوت دهون شموع. طب ايه الفرق بينهم؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الليبيد عباره عن احماض دهنيه مع كحول. الليبيد البسيط عشان تربط معايا، اربط معايا هنا، احفظ معايا، الزيوت والدهون والشموع الثلاثه دول عباره عن ايه؟ بيتكونوا من ايه؟ من حمض دهني وكحول. حمض دهني وكحول. طيب الحمض الدهني اللي هنا ايه؟ حمض دهني والكحول اللي اسمه جليسرول، هشرحها لك دلوقتي. طب والدهون برضو حمض دهني وجليسرول. طب الشمع حمض دهني واحد ليه وزن جزيئي كبير مع كحول احادي الهيدروكسيل، هشرحها لك دلوقتي حالا بالكتابه. طيب تعالى هنا، بسم الله هشرحها لك هنا فوق. طب انا دلوقتي قلت لك البسيطه الزيوت والدهون والشموع عباره عن احماض دهنيه وكحول. طب ممكن تركز معايا من فضلك؟ انا عندي الكحول ده حبيبي او يا حبيبتي، انا عندي الكحول ده يا ولاد شكله بقى عامل ازاي؟ لو انا عندي الكحول ده جليسرول، في كحول اسمه جليسرول، شكله بقى عامل ازاي؟ عباره عن سي او اتش، سي او اتش، سي او اتش. طبعا هديك بس معلومه لنفسك، يعني انا عندي ذره الكربون دي ليها اربع ايدين، اربع ايدات، ادي ايد 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 ايد. كربونه تانية ليها اربع ايدات، ادي ايد متصله بالكربونه اللي قبلها، وادي ايد متصله بـ OH، وادي ايد متصله بايا كان ايه، وادي سي مرتبطه. يعني ايه الفكره؟ طبعا انت مالكش انك تحفظ الكلام ده، ولكن افهم الفكره. ادي اهو ده الجليسترول، لاحظت ان الجليسترول ده عامل ازاي؟ عباره عن في كام او اتش؟ واحد اتنين تلاته، يبقى الجليسترول عنده تلاته او اتش. طب الحمض الدهني، بص بقى ركز معايا، الاحماض الدهنيه دي يا ولاد منها نوعين، حمض دهني مشبع وحمض دهني غير مشبع، مشبع وغير مشبع. طيب ازاي برضو؟ تعالى كده، ادي الحمض الدهني اهو، السي او اتش ده اساسي فيه، مجموعة الكربوكسيل في الحمض الدهني أساسي، أدي سي أو اتش أهو، سي ممكن أعملها كده أو أو اتش، دي هي هي سي أو أو اتش زي ما عملت. طيب أدي كربون 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 كربون، طيب صلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، لو أنا شفت، لو انا شفت الحمض الدهني اللي هو المجموعه الاساسيه، انا عارف مين ده حمض دهني، المجموعه الاساسيه بتاعته السي او او اتش. طيب انا قلت لك ان الحمض الدهني منه نوعين، مشبع وغير مشبع، ايه الفرق؟ الغير مشبع هتلاقي فيه روابط ثنائيه، في روابط ايه؟ ثنائيه اهو، رابطه ثنائيه اهي، رابطه ثنائيه اهي. طيب لو انا شفت المركب كده،
وكلهم روابط احادية، يبقى ده حمض دهني مشبع. طب خلص الحوار، تمام كمل معايا. بيقول لحضرتك ان الزيوت عبارة عن احماض دهنية غير مشبعة مع كحول الجليسترول. طيب هيكون الحمض الدهني بقى الغير مشبع ده ولا ده؟ لا اللي فوق. طيب مع الجليسترول، فين الجليسترول؟ اهو الجليسترول ده في كام او اتش؟ 1 2 3. خلي بالك بقى، ممكن اديك بس معلومه صغيره وركز معايا فيها قوي. انا عندي حبيبي هنا، ركز معايا قوي، كحول الجليسترول ارسمه لك تاني اهو، عباره عن سي، ادي سي وادي سي، 3 كربونات وطالع منهم او اتش او اتش او اتش. طبعا قلت لك ان كل كربونه محتاجه 4 ايدين، اهو اهو اهو. طيب خلي بالك بقى، الكحول الجليسترول واحد، ده كده الجليسترول واحد عنده 3 او اتش، 1 2 3، كل او اتش تتفاعل مع حمض دهني. طيب يبقى اول او اتش في الجليسترول اتفاعل مع اول حمض دهني. طيب الاو اتش ده يتفاعل مع حمض دهني كمان، يعني واحد تاني من ده. طب الاو اتش التالتة تتفاعل مع واحد تالت من ده. اللي انا عايزه اقوله ايه؟ ان الزيوت دي عباره عن كحول جليسترول واحد اهو مع 3 حمض دهني. اشمعنى؟ لان الجليسترول فيه 3 او اتش، كل او اتش تتفاعل مع حمض دهني كامل. بما ان هو عنده 3 او اتش يبقى عنده 3 حمض دهني. طيب الدهون عباره عن حمض دهني مشبع، يعني هيكون ده ولا ده؟ لا ده اللي هو كله روابط احاديه مع جليسترول، يبقى النسبه كام لكام؟ ها يبقى الجليسترول واحد وكم حمض دهني؟ 3. طيب الشموع عباره عن ايه بقى الشموع؟ لا خلي بالك، الشموع هنا عباره عن حمض دهني تمام مع كحول احادي الهيدروكسيل. يعني ايه؟ يعني الكحول ده فيه سي او اتش واحده، مش 3 زي الجليسترول، لا هو الكحول بتاعه احادي الهيدروكسيل. فبالتالي لما يجي يتفاعل مع حمض دهني هيتفاعل حمض دهني ايه؟ واحد، لان انا عايز حمض دهني واحد، لان كل حمض دهني بيتفاعل مع واحده اوتش، هو اصلا عنده واحده اوتش، يبقى النسبه 1 الى 1. لكن الزيوت طبعا 3 لواحد او 1 3 حسب هتبدا بالكحول ولا الحمض وهكذا هنا. طيب تاني حاجه الليبت المعقد عباره عن ايه؟ دي كلهم الزيوت والدهون والشموع، العناصر او العناصر الكيميائيه بتاعته كان عباره عن هم بس السي والاتش والاو فقط لا غير. طيب الفوسفوليبيد بقى عباره عن ايه؟ لا يا باشا والله الفوسفوليبيد ده عباره عن 2، عباره عن كحول جليسترول، تمام كده؟ كحول جليسترول وعباره عن ايه تاني؟ 2 حمض دهني، وعباره عن ايه؟ عن مجموعه فوسفات ومجموعه كولين. كل ده في الفوسفوليبيد، عشان كده بقول لك معقد. العناصر الكيميائيه بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفور. طيب المشتق بقى، المشتق ده نوع من الليبيدات المشتقة من البسيط والمعقد. زي مين؟ بالتحلل المائي. بمعنى ايه؟ السؤال هنا يقول لك ايه؟ يقول لك الامثله بتاعت المشتقة كوليسترول وبعض الهرمونات. زي مين؟ زي الهرمونات الجنسية، الاستروجين، البروجسترون، التستوستيرون، كل ده. السؤال يجي هنا يقول لك ايه؟ هرمون الاستروجين، هرمون البروجسترون، هرمون التستوستيرون او الكوليسترول، عايز احصل عليهم، هحصل عليهم ازاي؟ هتقول لي ان دي دول من الهرمونات من الليبيدات المشتقه التي تاتي بالتحلل المائي من الليبيدات البسيطه والمعقده. يحصل البسيطه والمعقده تحلل مائي في وسط فيه ميه، هنحصل على الليبيدات المشتقه اللي هي الامثله عليها الكوليسترول وبعض الهرمونات زي ما قلنا الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون. طب كمل معايا بسم الله. البروتين يا اولاد، البروتين ده الوحده البنائيه بتاعته. بمعنى ايه؟ يعني البروتين ده عباره عن سلسله او بوليمر ده عباره عن وحدات متكرره. طيب الوحده المتكرره من البروتين او الوحده البنائيه بتاعت البروتين اسمها ايه؟ اسمها الحمض الاميني. يبقى البروتين عباره عن بوليمر
الوحده البنائيه بتاعته عباره عن حمض اميني. طب والحمض الاميني ده تركيبه عباره عن ايه؟ عباره عن ذره كربون. وقلنا ذره الكربون ليها اربع دراعات، ادي دراع الثاني الثالث الرابع، كل دراع مرتبط بحاجه. الحمض الاميني الكربونه مرتبطه بمجموعه كربوكسيل اللي هي سي او او اتش، والمجموعه الثانيه مجموعه امين اللي هي ان اتش 2، والمجموعه الثالثه مجموعه هيدروجين، والمجموعه الرابعه اللي هي اسمها الار او الالكايل. وخلي بالك الالكايل دي اللي هو اي مجموعه ترتبط بالحمض الاميني، الالكايل دي هي اللي بتفرق حمض اميني عن الثاني. بمعنى ايه؟ لو انا مثلا الالكايل ده كان سي اتش 2 او اي مركب، غيرت الالكايل ده بيحصل ايه؟ الحمض الاميني بيتغير. يبقى هي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الحمض الاميني اللي تفرق حمض اميني عن حمض اميني اي مجموعه من دول، الكربوكسيل ولا الامين ولا الهيدروجين ولا الالكايل؟ لا الالكايل، الالكايل هو اللي بيفرق حمض اميني عن حمض اميني تاني. طيب يبقى انا قلت لك بروتين الوحده البنائيه بتاعته او المونيمر بتاعه الحمض الاميني اللي هو عباره عن سي سي او اتش ان اتش 2 اتش ار. طب البروتين ده بيتقسم لايه؟ لحاجتين، بسيطه بروتينات بسيطه بروتينات مرتبطه. بسيطه يعني ايه؟ يعني عباره عن احماض امينيه فقط، سلسله من الاحماض الامينيه فقط، مش مرتبط بها اي حاجه ثانيه. زي مين؟ هو حاجه واحده، ها، بروتين اسمه البيومين. عارف لما كن عند بيبي صغير تقول قلب مين قلب مين؟ هو نفس الكلام، قلب مين اهو، قلب مين، حط بقى هو في النص يبقى البيومين، ها، قلب مين يبقى البيومين. ده نوع من انواع البروتينات البسيطه اللي هي عباره عن احماض امينيه فقط، مش مرتبط بها اي عنصر ثاني. طيب في نوع تاني من بروتينات اسمها بروتينات مرتبطه. يعني ايه؟ يعني بروتين عباره عن حمض اميني مرتبط بيه عنصر، مثلا حمض اميني مرتبط بيه يود، مرتبط بيه فوسفور، فبالتالي اسمه بروتين مرتبط. ايه الامثله بتاعته؟ الهيموجلوبين او نوع من البروتين المرتبط، بروتين اسمه السيروكسين، بروتين اسمه الكازين، بروتين اسمه الكروماتين. ركز معايا بسم الله. الهيموجلوبين عباره عن ايه؟ بروتين عباره عن حمض اميني زائد الهيم ده معناه حديد. يبقى الهيموجلوبين اللي هو ليه علاقه بالانيميا بتاع الشخص عباره عن حمض اميني زائد حديد. طيب السيروكسين اللي هو موجود في الغده الدرقيه عباره عن ايه؟ عباره عن حمض اميني واليود. طيب الكازين ده بروتين اللبن، فرق ما بين سكر اللبن وما بين بروتين اللبن. سكر اللبن اللي هو اللاكتوز اللي احنا خدناه في الكربوهيدرات، لكن بروتين اللبن اللي هو الكازين اللي هو من البروتينات المرتبطه. ليه؟ عشان عباره عن حمض اميني والعنصر المرتبط بيه الفوسفور. طيب وعندك بروتين اسمه الكروماتين عباره عن حمض اميني واحماض نوويه مرتبطه بيه. طيب بسم الله خلصنا كده على البروتين، ادخل معايا كده على الاحماض النوويه. بسم الله، الاحماض النوويه اقصد بيها الدي ان ايه والار ان ايه. طيب الاحماض النوويه الوحده البنائيه المتكرره بتاعته عباره عن بوليمر. بوليمر يعني سلسله، سلسله متكرر، سلسله اهي وفيها وحدات، كل وحده من دي اسمها نيوكليتيده. طيب النيوكليتيده دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكر خماسي. صلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، دي اكسجين، هنا دي معناها ذرة كربون، ودي كربون ودي كربون ودي كربون ودي كربون. الحلقة دي ايه؟ السكر ده عبارة عن ايه؟ في كام رطة؟ في كام ايد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى سكر خماسي. بنعد ذرة الكربون من اول هنا، واحد دي اول ذرة كربون يبقى واحد، دي تاني ذرة كربون يبقى اتنين، دي تالت ذرة كربون يبقى تلاتة، دي اربعة، دي خمسة. اول ذرة كربون مرتبط بيها قاعدة نيتروجينية، وذرة كربون رقم خمسة دي ذرة رقم خمسة مرتبط بيها مجموعة الفوسفات، يبقى دي كانت نيوكليتيدا. طيب أنا عايزة أفرق ما بين الدي إن إيه والأر إن إيه. صلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عندي سكر خماسي وده سكر خماسي، متفقين، لأن هي أول دراع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده خماسي ده خماسي. ولكن السكر اللي هنا اسمه دي أوكسي ريبوز. مش ده الدي إن إيه؟ مش هنا في دي؟ يبقى السكر بتاعه اسمه دي برضو، يبقى دي ان ايه السكر بتاعه اسمه ايه؟ اول حرف من ايه؟ اول حرف منه مقطع الدي ان ايه اللي هو الدي، يبقى دي 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 اوكسي. طب يعني ايه كلمه دي اوكسي؟
دي اوكسي، الدي دي معناها شيل او نزع، نزع اوكسي. الاوكسي ده جاي من ايه؟ من الاكسجين. نفس برضو يعني لو انت عايز تفهم اكتر، زي مثلا دي هيدروجينيشن، دي هيدرو، دي يعني نزع، هيدرو يعني هيدروجين، يعني نزع هيدروجين او ان في هيدروجين، هيدروجينه ناقصه. طيب دي اوكسي يبقى في اكسجينه ناقصه. اصلا شكل المركب الريبوز عباره عن كده اهو، او ذرات كربون مرتبطه بالقاعده النيتروجينيه، وذرات الكربون رقم 5 مرتبطه بالفوسفات. متفقين؟ طيب هنا في او اتش، الكربونه دي فيها هنا متصل بيها او اتش، والكربونه دي متصل بيها او اتش. طب تعالى نشوف شكل المركب التاني، ده شبه ده بالظبط، ولكن هنا في او ناقصه، مش هنا الاو اللي هنا دي هنا مش موجوده، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه دي اوكسي ريبوز، ده الريبوز، يبقى ده من دي اوكسي ريبوز عشان ده بتشيل منه اكسجين. الفرق ده كده اول فرق في نوع السكر. تاني فرق ان الدي ان ايه بيبقى عباره عن شريطين ملتفين حول بعض، الار ان ايه شريط واحد. تالت فرق القواعد النيتروجينيه، القواعد اللي هنا احفظ معايا قول معايا اي تي سي جي، ايه القواعد النيتروجينيه الموجوده في الدي ان ايه اسمها ايه؟ اي تي سي جي، اي تي سي جي اهو، الادينين، الثيامين، السيتوزين، ها جوانين، اي تي سي جي، ها اي تي سي جي على بعضها كده. طب الار ان اي، بص بقى الاي والسي والجي ثابته، دي اسماء القواعد النيتروجينيه المرتبطه بذره كربون رقم واحد في السكر. الاي سي جي ثابته، بس هنا اي يو سي جي، يبقى في الدي ان اي اي تي سي جي، ممتاز. طب في الار ان اي يو سي جي، لاحظت ايه؟ ان مجموعه الثيامين هنا مستبدله بمين هناك في الار ان اي؟ مجموعه اسمها اليوراسيل، اسمها ايه؟ اكتب الكلام ده عندك، اليوراسيل، ممتاز. كمل معايا. طب الدي ان اي ده موجود فين جوه الجسم او جوه الخليه؟ موجود جوه النواه. طب والار ان اي؟ لا ركز بقى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بص الدي ان اي موجود جوه النواه بتاعت الخليه، الدي ان اي ينسخ ار ان اي، يعني دي ده اللي هو الاب او الاساس، يتنسخ منه شريط ار ان اي فين؟ جوه النواه. يقوم الار ان اي ده يطلع من النواه يروح للسيتوبلازم، ومن الار ان اي يصنع بروتين. لا انت لخبطتينا. بص يا سيدي، الدي ان اي اهو موجود جوه النواه، يتنسخ منه مين؟ ينسخ منه شريط ار ان اي فين؟ جوه برضو النواه، داخل النواه، اتنسخ الار ان اي جوه النواه. يوم الار ان اي يطلع من النواه يروح فين؟ يروح السيتوبلازم، يصنع ايه؟ يصنع البروتين. في هنا سؤال يقول لك ايه علاقه الدي ان اي بالبروتين؟ لا طبعا في علاقه، ما هو الدي ان اي بيتنسخ منه ار ان اي جوه النواه، والار ان اي يطلع من النواه يروح للسيتوبلازم يصنع بروتين، بقى في علاقه بين الدي ان اي والايه؟ والبروتين. كمل معايا. هنا وظيفته الاساسيه الدي ان اي يحمل المعلومات الوراثيه. طب والار ان اي وظيفته الرئيسيه انه يصنع البروتين. كمل معايا كده. الانزيمات، الانزيمات دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين، يبقى الانزيم الماده بتاعته بروتين. طب هل كل البروتينات عباره عن انزيمات؟ لا طبعا، يبقى العكس مش صحيح، يبقى كل الانزيمات بروتينات ولكن مش كل البروتينات انزيمات. طيب الانزيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن عامل حفاز، عامل مساعد، بيعمل ايه يعني؟ بيعمل تفاعل كيميائي معين. طيب اي تفاعل كيميائي يا اولاد بيبقى محتاج طاقه، اي تفاعل كيميائي مثلا ماده زائد ماده عشان يديني ماده ثالثه محتاج طاقه، الانزيم ده دوره انه يقلل الطاقه دي، يسرع التفاعل ويقلل الطاقه اللي يستهلكها التفاعل. طيب عندي في عمليه بتحصل في جسم اسمها قيض، قيض دي عمليه حيويه، كلمه حيويه يعني عمليه مهمه، لو ما حصلتش في جسمك انت هتموت. القيض دي تشتمل او تشمل على مادتين اسمها عمليه الاهب وعمليه البناء. الهدم دي يا اولاد العمليه دي بتحصل بينتج عنها طاقه، يبقى لازم الهدم ده ينتج عنه طاقه. زي مين؟ زي اكسده الجلوكوز. يعني ايه اكسده الجلوكوز؟ يعني جزيء الجلوكوز في جسمنا بيتكسر، لما يجي يتكسر بيكون لي طاقه. طيب يبقى ده كده هدم. طب البناء، البناء حاجه بتبني، لما تيجي تبني حاجه بتستهلك طاقه. زي مين؟ لو انا مثلا هتكون بوليمر، سلسله من حاجه، او مثلا عمليه بناء ضوئي، النبات بيعمل ايه؟ بيستهلك الطاقه او الضوء بتاع الشمس بيستهلك وبياخده، وفي وجود ثاني اكسيد الكربون وفي وجود الميه بينتج ايه؟
الجلوكوز والاكسجين، يبقى دي اسمها عمليه ايه؟ بناء. يبقى الهدم يشترط فيها انه ينتج طاقه، البناء بيشترط فيها انه يستهلك طاقه. طيب الانزيم ده يا اولاد عباره عن ايه؟ الانزيم ده اهو الشكل ده مثلا، في هنا موقع ارتباط او مكان ارتباط. ارتباط بمين؟ بالهدف او المتفاعلات. الهدف او المتفاعلات دي هتقوم ترتبط هنا، تيجي هنا، هيكون لي مركب وسطي غير ثابت. المركب ده يوم يتكسر يكون لي نواتج، والانزيم يطلع تاني زي ما هو. يبقى الانزيم دخل بالشكل ده طلع زي ما هو. يبقى الانزيم طلعت بمعلومه ان هو، هل يستهلك الانزيم؟ بيستهلك في التفاعل؟ لا. بيقل؟ لا. بيزيد؟ لا، زي ما هو دخل بشكل طلع بنفس الشكل. طيب الانزيم ده ليه صفات معينه بتخصصه عن اي حاجه تانية؟ انه عنده درجه عاليه من التخصص. بمعنى ايه؟ ان كل انزيم ليه موقع معين بيرتبط بماده تفاعل معينه بهدف معين. كل انزيم ليه مكان معين بيرتبط بتفاعل ماده تفاعلات معينه او متفاعلات معينه او هدف معين. مش هتلاقي مثلا انزيم عنده بليون هدف، لا، هو ليه هدف واحد، ليه ماده معينه بيشتغل معاها، بيشتغل على تفاعلات معينه، تمام؟ بيقلل طاقه التنشيط، بيتاثر بالبي اتش، بيتاثر بدرجه الحراره. طب كمل معايا. يبقى هنا العوامل بتاثر على الانزيمات ايه؟ درجه الحراره، البي اتش، حاجه عندي اسمها برضو المثبطات. طب تعالى هنا، في حته مهمه جدا 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 لازم تاخد بالك منها في الانزيمات، البي اتش يا ولاد. عندي هو ذكر لي في الدرس ده تلات انزيمات بس، انزيم اسمه الاميليز، وانزيم البيبسين، وانزيم التريبسين. الاميليز اللي هو بيشتغل على النشا، لازم البي اتش بتاعته الخاصه علشان يعرف يشتغل تكون 7.5. البيبسين ده انزيم بيبقى موجود في المعده، والمعده هنا موجود جزء حمضي، تمام؟ يبقى البي اتش بتاعتها حمضيه. من كام لكام؟ من 1.5 ل 2.5. دي البي اتش اللي يشتغل عليها انزيم مين؟ البيبسين. انزيم التريبسين موجود فين؟ موجود في الامعاء الدقيقه، في وسط قلوي. يعني عايز درجه البي اتش بتاعته تبقى من 7.5 ل 8 قلويه. يبقى هنا عندك البيبسين عشان موجود في المعده حمضيه، البي اتش بتاعتها من 1.5 ل 2.5، لكن التريبسين عشان موجود في الامعاء الدقيقه قلويه، فالبي اتش بتاعتها من 7.5 ل 8. ركز جدا 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 في البي اتش بتاع الانزيمات عشان دي مهمه قوي في الامتحان. تعالى هنا اكتشاف الخلايا، ده كده هتقول الباب الاول كله خلص، هندخل في الباب الثاني اكتشاف الخلايا. انت ممكن بقى تعمل ايه؟ توقف الفيديو حاليا، تاخد لك خدنا كده بريك 5 دقايق وتكمل تاني معايا عشان تبقى ايه فصلت ما بين البابين. تعالى نغني مع بعض، يلا قول معايا: هوك ليفن هوك شرادين شوال فير شو. تاني معايا كده: هوك ليفن هوك شرادين شوال فير شو. دول علماء بالترتيب، كل عالم عمال يعلي على التاني. بمعنى ايه؟ كل عالم يكتشف حاجه يوم التاني يكتشف حاجه احسن، حاجه احسن، حاجه احسن، وهكذا. على فكره احنا في حاجات كتير جدا بعد سنين جايه هنلاقي ان اكتشفوها ما كانتش ما نعرفهاش احنا دلوقتي. يعني كل مدى العالم بيتطور. روبرت هوك، هوك ده يا باشا اول واحد، اول عالم اكتشف ان في حاجه اسمها خليه اصلا. يعني خليه؟ اصغر حاجه في جسم حضرتك خليه. مين اللي اكتشفها؟ عن طريق نسيج نبات الفلين. لما جاب نبات فلين تحت الميكروسكوب، ليه النبات ده عباره عن كده في فجوات كده، فقال الفجوات دي هسميها خليه. يبقى اول واحد عرف ان في خليه اسمها ايه؟ روبرت هوك، يبقى هوك. طيب تعالى معايا تاني، ليفن هوك العالم التاني علق على الاولاني ازاي؟ قام التاني اخترع ميكروسكوب. طيب الميكروسكوب بيكبر الصوره لحد 200 مره. ليفن هوك يا ولاد ده اول واحد عرف يشوف كائنات دقيقه. ايه ده؟ انت كده لخبطتينا. لا انا قلت لك ان هوك لو اول واحد فوق خالص، ده اصلا هو اول واحد قال ان في حاجه اسمها خليه يا جماعه، جسمي عباره عن خلايا، ده هوك. طب اللي تحته؟ اللي تحته بقى عمل ايه؟ جاب شويه ميه من البركه تحت الميكروسكوب، الميكروسكوب اللي هو اخترعه. ملحوظه، الميكروسكوب بتاع روبرت هوك وبتاع ليفن هوك مهم جدا انك تكون عارف كل عالم شكل الميكروسكوب اللي اخترعه، لازم تكون عارفه. ليفن هوك بقى اخترع ميكروسكوب او مجهر بسيط بيكبر لحد 200 مره. المجهر ده جاب شويه ميه بركه وحطه تحت الميكروسكوب بتاعه، فليه حاجات بتتحرك؟ فهو كان اول عالم لقي عرف يشوف الكائنات الحيه وتتحرك دقيقه.
يبقى مين اول واحد شاف الكائنات الدقيقه؟ ليفن هوك. السؤال بيجي ازاي؟ يقول لك مين اول واحد شاف الاميبا، شاف الباراميسيوم، شاف مايت البرك، اي حاجه لها علاقه بالكائنات الدقيقه، يبقى ليفن هوك. يقول لك مين الفضل اللي بيرجع ليه انه يشوف او يعرف ان في حاجه اسمها خليه اصلا؟ يبقى هوك. طيب شيرادين بقى على قبله، شيرادين قال ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه ان النبات، ورقه النبات او النبات عموما عباره عن خلايا. طيب جه شوي على قبله قال انت عارف بقى ان كمان الحيوانات عباره عن خلايا. جه فرشه بقى على عليهم كلهم قال ايه؟ انت عارف بقى ان الوحده الوظيفيه بتاع الجسم او عموما عباره عن خلايا. طيب يبقى ده كده هو اول واحد اكتشف الخليه، ده عارف يشوف الكائنات الدقيقه، ده قال ان النباتات عباره عن خلايا، ده قال ان الحيوانات عباره عن خلايا، واخر واحد خالص فرشه قال لك ان الوحده الوظيفيه هي الخليه. تمام. وقال لك برضو ايه؟ ان الفرشه ده برضو من ضمن الكلام اللي قالوا ان الخليه اللي جايه لازم تبقى جايه من خليه قديمه، يعني مفيش خليه جديده هتتكون الا من خليه قديمه. فممكن السؤال يجي لك ازاي هنا؟ يجيب لك مثلا رسمه ام وفي خليه جديده بتتكون، يبقى ده مين؟ ده فرشه. ليه؟ لان الجديد قال لك ان الكائن الجديد ما بيجيش الا من الكائن القديم. تمام كده؟ كمل معايا. هنا في الدرس ده عندي الميكروسكوبات ذكرها هما نوعين. طبعا مع الاحترام ان احنا نكون عارفين نوع الميكروسكوب اللي هنا والميكروسكوب اللي هنا. تمام؟ عندي حاجه اسمها الميكروسكوب الضوئي. يا ولاد الميكروسكوب الضوئي اللي هو الميكروسكوب احنا بنشوفه في المعمل اللي احنا كلنا عارفينه، هو ده اسمه ميكروسكوب ضوئي. ليه؟ لما بيعتمد على الضوء، سواء الضوء الصناعي اللي هو اللمبه العاديه او ضوء الشمس. طيب الميكروسكوب الضوئي ده بيكبر لحد كام؟ يعني ايه بيكبر؟ يعني احنا اصلا بنستخدم الميكروسكوب علشان نشوف الصوره بشكل اكبر. انت لما تيجي تشوف عينه، العين الخليه اللي جواها صغيره جدا، فانا عايزه اكبر الخليه دي قوي، فاستخدم ميكروسكوب ضوئي. مثلا الميكروسكوب الضوئي بيكبر لحد 1500 مره، 1500. طيب 1500، طب عايزك تركز بقى معايا. السؤال بيجي هنا ازاي؟ المفروض قال لك ايه؟ لو انا عايز اشوف، لو انا مثلا الصوره عندي ما تبقاش واضحه، انت ما تكونش واضحه في الميكروسكوب الضوئي، لو كان قوه التكبير اكتر من 1500 هتلاقي الصوره مش مشوشه. طب لحد 1500 الصوره واضحه، طب اكتر خلاص قلنا مشوشه. طيب خلي بالك، انا يا ولاد عندي في الميكروسكوب الضوئي اللي موجود في المعامل اللي احنا كلنا قلت لك عارفينه، ممكن نستخدم صبغه حمراء، بنفسجي، مش عارفه ايه، على حسب الماده. ليه الصبغه دي؟ الصبغه دي من ضمن وظائفها ان هي بتوضح شكل الكائن، ولكن من عيوبها ان هي لو في كائن حي عايز اشوف هو بيتحرك وجوه الميكروسكوب، لو انا حطيت له الصبغه هتموت الكائن الحي. بمعنى ايه؟ ان هي هتلونه فتظهره، ولكن لو هو بيتحرك هيموت، الصبغه هتموته. يبقى الصبغه دي عباره عن سلاح ذو حدين، بتوضح الصوره اكتر، ولكن لو انا عايز اشوف الكائن الحي وهو بيتحرك ما استخدموش صبغه، لان هي بتموت الكائنات الحيه الدقيقه او الكائنات الحيه عموما. فعندي ميكروسكوب ضوئي، عندي حاجه اسمها ميكروسكوب الكتروني، ده ميكروسكوب دقيق بقى او متطور اكتر طبعا، وغالي جدا جدا جدا، ونادرا لما بتشوفه اصلا حواليك انت اللي انت متعرف عليه الضوئي، لكن ده بيبقى موجود اكتر في المعامل الكبيره او الحاجات اللي هي متخصصه. الميكروسكوب الالكتروني ده من نوعين، ميكروسكوب الكتروني نافذ وميكروسكوب الكتروني ماسح. سواء ده او ده من وظايفه انه بيكبر الصوره اكتر من مليون مره. تخيل انت لو انت معاك صوره صغننه كده او كائن دقيق يكبره لك اكتر من مليون مره، لكن هنا اقصى حاجه يكبرها ايه؟ 1500. 1500 النافذ بيدخل جوه 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 الحاجه. طب الميكروسكوب الالكتروني الماسح بيصور لي الحاجه من بره، السطح من بره، يا ريت تشوف الصور دي سواء انت بتذاكر كتاب الامتحان او كتاب التفوق او النفيس او ايا كان، يا ريت تبص على الصور دي وانت بتذاكر معايا دلوقتي. كمل هنا كده معايا، في نقطة عايز اتكلم فيها. صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في سؤال ممكن يجي، يجيب لك قوتين. الميكروسكوب الضوئي ده يقول لك ايه؟ بيعتمد على عدستين، بس عدسة عينية بص عليها في الرسمة في الكتاب يا ريت، وعدسة شيئية. يقول لك قوة التكبير عبارة عن ايه؟ عبارة عن حصر ضرب القوتين دول، قوة العدسة العينية في قوة العدسة الشيئية. طب تعالى نركز معايا بقى.
يبقى انا عندي هنا قوه تكبير الميكروسكوب الضوئي عباره عن حاجتين، عباره عن قوه تكبير العدسه العينيه في قوه تكبير العدسه الشيئيه. يا ريت تركز معايا، انا قلت لك ايه من شويه؟ قلت لك ان اقصى قوه تكبير في الميكروسكوب الضوئي كام؟ 1500. يجي لك مساله يقول لك ان قوه العدسه قوه تكبير العدسه العينيه مثلا 500 مثال ماشي، وقوه تكبير العدسه الشقيه س، مش محددها لك، بس كاتب لك ايه بقى في السؤال؟ قال لك ووضحنا او وجدنا ان الصوره غير واضحه، يعني لما ضربنا دي في اللي هو الرقم اللي هو مش عاطيه وجد ان الصوره بعدين مش تبقى واضحه. مش واضحه يعني الصوره بقت اعلى من 1500، يبقى الرقم ده هيكون كام؟ يبقى 500 دي مثلا يقول لك بقى العدسه الشقيه دي هتبقى 50 ولا مثلا 100 ولا 1000. طيب لا ثانيه، خليها مثلا 20، خليها 20 ولا 21 او 22 ولا 1000. لاحظت ايه بقى؟ بص بقى، قال لك الصوره ايه؟ غير واضحه، يعني العدسه احنا حاليا عايزين قوه تكبير العدسه الشقيه كام؟ احنا مش عارفين هي س حاليا. الصوره غير واضحه يعني الرقم ده لما نيجي نضربه في الرقم ده يكون اكتر من 1500. هنشوف بقى ال 500 في ال 20 كام؟ 1000. طب ال 500 في ال 22 كام؟ 1000 وشويه برضو، يعني لسه ما وصلناش 1500. طب ال 500 في ال 1000 هتلاقي الرقم كبير جدا، يبقى الرقم ده كده اللي هو ال 500 في ال 1000 هتلاقي 5000 هيبقى 500000. يبقى احنا الرقم انهي اجابه بقى هنختارها؟ اللي هو ال 1000. ليه؟ لان هو قال لي ان الصوره مش واضحه، لو كان قال لي الصوره واضحه كان اختار حاجه من الاثنين دول. تمام كده؟ طيب سؤال تاني يقول لك مثلا علشان اخلي الصوره بتاع الميكروسكوب الضوئي اكثر وضوحا استخدم ايه؟ الاصباغ الصبغه او العب في الضوء في الاضاءه في قوه او شده الاضاءه، اخلي الميكروسكوب الضوئي يدي لي صوره واضحه، لكن الصبغه زي ما قلت لك لو في كائنات حيه هتموتها. طيب كمل معايا، عن تركيب الخليه، اصغر حاجه في جسم حضرتك مين؟ خليه. سمعت اللي بتقول ان اول واحد اكتشف ان الخليه روبرت هوك، ممتاز صح كده. الخليه بتنقسم لحاجتين، الخليه فيها من بره جدار، الجدار الخلوي، ومن جوه فيها غشاء. بس خلي بالك انا عندي في نوعين من الخلايا، في خلايا نباتيه اللي هي موجوده في النباتات، وخلايا حيوانيه الحيوانيه اللي موجوده في الانسان والحيوان، احنا الاثنين نفس المرتبه الانسان والحيوان. طيب يبقى انا عندي في حاجه اسمها جدار خلوي وحاجه اسمها غشاء خلوي. خلي بالك بقى، الجدار الخلوي من بره والغشاء الخلوي من جوه. طيب ايه تاني موجود في ضمن تركيب الخليه؟ حاجه اسمها البروتوبلازم. ايه البروتوبلازم ده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن تنقسم للنواه والسيتوبلازم. السيتوبلازم نفسه بيحتوي على حاجه اسمها عضيات. يا جماعه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، انت جسمك بيحتوي على ايه؟ جسمك ككل عباره عن اعضاء، لان جسم حاجه كبيره. طب الخليه حاجه صغيره، فجواها حاجه اسمها عضيات، مصغر كلمه عضو زي كتاب وكتيب نفس الكلام. العضيات ديت منها نوعين، عضيات غشائيه يعني العضو نفسه فيه غشاء من بره فسميها عضيات غشائيه، وعضيات غير غشائيه يعني العضو نفسه ما فيهوش غشاء من بره فسميها ايه؟ عضيات غير غشائيه. طب هقول لك على حاجه بقى، تعالى اقول لك الزيتونه كده والخلاصه. العضلات الغير غشائيه هما نوعين، هما اتنين بس احفظهم معايا يبقى الباقي كله هيكون غشائيه. الرايبوسوم السنتروسوم، ها الرايبوسوم والسنتروسوم دول بس اللي غير غشائيه. طب والباقي كله غشائيه زي مين بقى؟ يلا احنا واحد، بسم الله، شبكه اندوبلازميه بنوعها سواء الملسقه او الخشنه، جسم
جولجي، الميتوكوندريا، الفجوات، البلاستيدات، كل دي كده غشائيه، عندها غشاء من بره. هنكمل مع بعض. احنا قلنا ان شويه الخليه عباره عن جدار خليه والغشاء اللي تحت الجدار والبروتوبلازم، صح؟ طيب انا عندي الجدار الخلوي ده موجود بس في النبات، يعني النبات عنده عباره عن ايه؟ النبات، النبات عباره عن جدار خلوي اللي من بره تحتيه الغشاء البلازمي، ثم ايه؟ البروتوبلازم بقى اللي فيه النواه والسيتوبلازم والعضيات وهكذا. يبقى الجدار الخلوي ده موجود فين؟ في النبات فقط. طب احنا كانسان او كحيوان احنا ما عندناش الخلايا بتاعتنا ما فيهاش جدار خلوي، فيها الغشاء البلازمي على طول. يبقى النبات عنده الجدار الخلوي والغشاء البلازمي، لكن الانسان والحيوان عنده الغشاء البلازمي على طول. طب دي كده اول تكه. تاني تكه لازم تركز فيها، هو الجدار الخلوي اللي موجود ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماده السيلولوز. ليه؟ ودي على فكره احنا شرحناها في الكربوهيدرات، كدعامه للايه؟ للجدار، وعشان تخلي الجدار ليه شكل معين. طب الغشاء البلازمي اللي كده كده موجود سواء في النبات او في الحيوان عباره عن ايه؟ عباره عن طبقتين من ماده الفوسفوليبيد، فاكر الفوسفوليبيد اللي هو الليبيدات؟ وعباره عن بروتين، يعني الفوسفوليبيد ده، يا ريت يا ريت وانا بشرح دلوقتي الناس تفتح الكتاب وتبص بس على الصور المعلومات اللي انا بقولها. بروتين، في بروتين مطمور موجود، وعندك كوليسترول وكربوهيدرات، دي سكريات احاديه مرتبطه. يبقى هنا عندنا الغشاء البلازمي. السؤال بيجي ازاي هنا؟ يقول لك الغشاء البلازمي ده بيحتوي على جزيئات بيولوجيه او على جزيئات عضويه. ايه اللي بيحتوي عليه؟ عنده فوسفوليبيد، ليبيدات، الليبيدات بنوعها الاثنين، المعقده دي زي فوسفوليبيد والمشتقه زي الكوليسترول، وعنده بروتين وعنده كربوهيدرات. يبقى دي الحاجات الموجوده في الغشاء البلازمي. كمل معايا العضيات. احنا قلنا العضيات منها نوعين، عضيات غشائيه يعني فيها غشاء من بره، وعضيات غير غشائيه يعني عضيات ما فيهاش غشاء من بره. طيب احنا قلنا هما الاثنين اللي ما فيهمش الغشاء اللي هو السنتروسوم والرايبوسوم، والباقي كله فيه غشاء. يعني انت عندك هنا الشبكه الاندوبلازميه دي غشائيه. الشبكه الاندوبلازميه يا ريت تبص برده على الصوره، بناكد على حوار الصور عشان الصور دي مهمه جدا. يعني انت وارد جدا، مش وارد ده بنسبه 80% هتلاقي صوره مثلا ويبقى فيها علامات انك تكتب كل حاجه عباره عن ايه، تمام؟ فهيت تبص معايا على الصور دلوقتي. الشبكه الاندوبلازميه نوعين، شبكه اندوبلازميه ملساء او ناعمه، وشبكه اندوبلازميه خشنه. الخشنه دي هتلاقي ان الشبكه محببه، الحب ده او الحبيبات الصغيره دي عباره عن ايه؟ عباره عن الريبوسوم. طيب يبقى الخشنه اللي فيها الريبوسوم، طيب ايه لازمتها او ايه وظيفتها؟ تصنع لي ايه؟ بروتين. يبقى اصلا احنا كده كده عارفين ان الريبوسوم ليه علاقه بالبروتين. فلما يكون الشبكه الاندوبلازميه عليها رايبوسوم، يبقى اذا الخشنه عليها رايبوسوم، اذا الشبكه الاندوبلازميه الخشنه ليها علاقه بتصنيع البروتين وتصنيع الاغشيه الجديده. طيب الملساء بقى، الملساء ليها الناعمه، ليها الشبكه الاندوبلازميه اللي ما فيهاش حب او ما فيهاش اي نقط. طيب الملساء دي بقى، بص بقى شايف حرف اللام دي، احفظ معايا بقى دلوقتي، يلا مفيش وقت. اللام اربطها باللام، الشبكه الاندوبلازميه الملساء اللام دي بتعمل ايه؟ بتحول الجلوكوز للجلايكوجين. مش الجلوكوز فيه لام والجلايكوجين فيها لام؟ يبقى الملساء لام لام جلوكوز جلايكوجين. الشبكه الاندوبلازميه الملساء ليها علاقه بالليبيدات، تصنيع الليبيدات، الليبيدات فيها ايه؟ حرف اللام، والملساء فيها حرف اللام، اربطهم مع بعض. طيب وبرده الشبكه الاندوبلازميه الملساء بتقلل من سميه المواد الكيميائيه او اي حاجه وحشه فيها سميه، بتقلل من سميتها. طيب عندك الشبكه جهاز جولجي، يقول لك هنا مثلا السؤال يجي بقى لافف كده في المقال، يقول لك في علاقه ما بين شبكه اندوبلازميه وما بين جهاز جولجي، في علاقه؟ في علاقه. جولجي يا اولاد ده بيستقبل المواد اللي جايه من الشبكه الاندوبلازميه، الخشنه بيستقبل المواد اللي جايه منها. خلاص جولجي استقبل، تعالى استقبل المواد اللي جايه من شبكه الاندوبلازميه الخشنه، استقبلها، صنفها المواد دي كذا كذا كذا، صنفها، وبعدين بعد ما صنفها بدا يعدل عليها، طلع افرز مواد ثانيه اسمها لايسوسوم. يبقى اللايسوسوم طلع عن طريق ايه؟ عن طريق ان شبكه، اول حاجه كده ان جولجي استقبل المواد اللي جايه من شبكه الاندوبلازميه، استقبلها، صنف، عدل عليها،
وبعدين طلع مواد. المواد اللي طالعه دي اسمها الحويصله الافرازيه او اللايسوسوم. فتعالى معايا هنا اللايسوسوم، يجي سؤال هنا يقول لك ايه في علاقه بين الشبكه الاندوبلازميه الخشنه والجولجي واللايسوسوم؟ اه في علاقه، اللي انا شرحته دلوقتي ان هو ان الجولجي استقبل عدل طلع مواد افرازيه او حويصله افرازيه بسميها اللايسوسوم. اللايسوسوم بقى ايه وظيفته في الخليه؟ بيهضم ازاي؟ بص بقى، اللايسوسوم ده بيحتوي على انزيمات هاضمه. طيب انزيمات هاضمه ليه؟ علشان تهضم المواد، تكسر المواد او تهضم المواد او تحول المواد اللي هي كبيره في الحجم لحاجات ابسط او صغيره. طيب يبقى هضم. وفي نفس الوقت برضو اللايسوسوم من ضمن وظيفته مناعه. بمعنى ايه؟ ان اللايسوسوم بيخلصني، بيخلص الجسم او من الخليه، بيخلصها من الميكروبات، بيخلصها من من العضيات اللي هي كبرت في السن وبقت متهالكه وخلاص ما لهاش لازمه، فيقوم يخلصني منها. ده مين ده؟ يبقى اللايسوسوم. يبقى مين الدراع القوي او اللي بيهضم وبيظبط لي الدنيا؟ اللايسوسوم. بيحتوي على ايه؟ على انزيمات هاضمه. كمل معايا. الميتوكوندريا بقى ده صاحبنا حبيبنا، ده ليه علاقه بالطاقه. يبقى مين اللي يتولد الطاقه في الخليه والاي تي بي ويخلي الخليه فيها طاقه؟ الميتوكوندريا. طيب عندي برضو في الخليه بيبقى في فجوات، في كور كده صغننه على حسب الخليه النباتيه، بيبقى عندها الفجوه كبيره كحجم لكن كعدد قليل. لكن في الخليه الحيوانيه اللي هو احنا كانسان او في او الحيوان، بتلاقي الفجوات دي صغيره في الحجم لكن عددها كبير. طيب الفجوات عموما ايه وظيفتها؟ عباره عن ايه؟ كوره بتخزن جواها الميه والمواد الغذائيه او الفضلات، تخزين يعني. يبقى الفجوات دي وظيفتها ايه؟ تخزين، تخزن لي ميه، مواد غذائيه، فضلات عشان تتخلص منها. طيب خلي بالك البلاستيدا دي ده كله انا بشرح ايه؟ العضيات. بشرح عن نوع من العضيات بالظبط، العضيات الغشائيه. الغشائيه ركز معايا. طيب البلاستيدا يا اولاد موجوده فين؟ دي موجوده في الخلايا النباتيه. اه انا ذكرت النباتيه في حاجتين لحد دلوقتي. الجدار الخلوي ده موجود في النبات فقط، الانسان ما عندوش جدار خلوي. وايه تاني؟ والبلاستيدا دي من ضمن العضيات الموجوده في النباتات. كم نوع من البلاستيدا؟ ثلاث انواع. بقسمها على حسب الصبغه. بمعنى ايه؟ عندي في حاجه اسمها بلاستيدا بيضاء ما فيهاش اي صبغه، في بلاستيدا خضراء فيها صبغه، صبغه بتخلي الحاجه لونها اخضر، الصبغه دي اسمها كلوروفيل. في بلاستيدا ملونه بتخلي الحاجه دي ملونه، برتقاني احمر مش عارفه ايه، اسمها الكاروتين، الصبغه اسمها كاروتين. يبقى هنا البلاستيدا البيضاء فيها صبغه؟ لا. البلاستيدا الخضراء فيها صبغه؟ اه اسمها كلوروفيل. طيب والملونه فيها صبغه؟ اسمها الكاروتين. طب كمل معايا. هنا في البلاستيدا لازم تكون عارف هي موجوده فين، يعني البلاستيدا البيضاء دي موجوده فين؟ ايه الحاجات النباتات اللي قدامك اللي لونها مش ملون؟ الكرومبه من جوه القلب بتاعها، الحاجات البيضة او البطاطس مثلا، هل الحاجات دي ملونه؟ لا. طب الخضراء زي ايه؟ زي الاوراق الخضراء، مش هي ملونه؟ اه. طيب اللي من الحاجات الملونه زي ايه بقى؟ زي الخضراء. الملونه زي ايه؟ زي الفراوله مثلا، البرتقال، اي حاجه ملونه، اللفت، اي حاجه ايه فيها لون مختلف اللي بتحتوي على صبغه الكاروتين. السؤال اللي يجي يسالك مثلا ليه فلان لونه اخضر؟ هتقولي عشان يحتوي على صبغه الكلوروفيل. يقول لك مثلا ليه علان لونه برتقاني؟ عشان عنده صبغه الكاروتين. طب كمل معايا. في حاجه اسمها انسجه نباتيه وفي انسجه حيوانيه. ابوس رجلك ركز معايا قوي علشان دي حاجه مهمه جدا وما تدخلش ده في ده. النبات بينقسم لحاجتين، نسيج نباتي بسيط، نسيج نباتي مركب. البسيط هحفظه لك ببساطه خالص. تعالى معايا. في واحد صاحبنا حبيبنا اسمه شيمي، اهو شيمي شيمي شيمي، واد اسمه ايه؟ شيمي. وفرحه قرب. شيمي ده ايه؟ اسم ابوه يعني وكده. باركو لواحد اسمه سكالر. ها بار كو لسكالر، وهنحط ايه اساسي؟ شيمي شيمي شيمي. واربط ما بين الجزء ده والجزء ده بحرف النون. يبقى نعمل ايه؟ حط شيمي 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 وباركو لواحد اسمه سكالر هيتجوز عقبال عندكم ان شاء الله. يبقى بار حط هنا نون، يبقى برانشيمي هنا، كولو نشيمي هنا، سكالران شيمو. ده كده وكده عشان تكون حافظ وكده. دي انواع الانسجه النباتيه. يا ريت تبص على الصوره برده معايا. النسيج اللي اقوله برانشيمي اللي هو موجود مثلا في رانت البطاطس او البطاطا والحاجات دي، ده
ايه وظيفته؟ في بلاسين خضراء. فمن ضمن وظايفه البرانشيم، نسيج البرانشيم، ان هو بيعمل بناء ضوئي وبيخزن نشا. وفي في لو انت شفت الصوره هتلاقي الصوره عامله كده يا ولاد، بصوا عباره عن كده. نمسح طيب الفده عشان الدنيا سهله. بص يا ولادنا اهو البرانشيمي ده، النسيج بتاعه عباره عن كده، الخلايا كده. بص هنا كده في مسافات، المسافات دي بين الخلايا للتهويه. يبقى كده اول وظيفه البرانشيمي للتهويه. تاني حاجه الخلايا اللي جواه في منها بيحتوي على بلاستيدات خضراء، يبقى اذا بيعمل عمليه بناء ضوئي. بتاع ده بلاستيدات خضراء يبقى بناء ضوئي. تمام تمام كده. طيب تالت حاجه برضو بيخزن نشا، بيخزن ايه؟ نشا. طيب تاني نسيج اللي هو الكولونشيمي. بص بقى الكولونشيمي ده لو انت ركزت في النسيج هتلاقيه عامل كده. بص هنا كده عامل ازاي. استني نخليها باللون التاني افضل. ان هنا تحس ان في ماده تغليظ، الخلايا هنا ما كانش فيها اي جدار من بره، مش ما فيهاش اي تغليظ من بره، لكن في الكولونشيمي فيها تغليظ. التغليظ ده اسمه مصنوع من السيلوز. يبقى الكولونشيمي الخلايا بتاعته مغلظه بماده الايه؟ السيلوز. طب السكولونشيمي؟ لا السكولونشيمي اهو الخلايا بتاعته بص عامل ازاي؟ التغليظ بتاعها واضح وتقيل ما بين الخلايا، مفيش مسافه. وبرده الكولونشيمي ما كانش فيها مسافه، بس هنا التغليظ بتاعه ماله؟ شو عامل ازاي يا ولاد؟ اتقل واكتر. التغليظ هنا بمادتين، ماده السيلوز وماده اسمها اللاجنين. يبقى هنا في تغليظ في البرانشيمي؟ لا. في مسافات؟ اه. ايه وظيفته؟ بناء ضوئي، نشا، تخزين نشا، تهويه، عشان في مسافات. الكولونشيمي في مسافات؟ لا، او يكاد ان المسافات بسيطه خالص، او يكاد ما فيش مسافات اصلا. الماده المتغلظه هنا ايه اسمها؟ ايه اسمها؟ السيلوز، دول من بره. طب هنا التغليظ اكتر ولا في السكولانشيمي؟ في السكولانشيمي التغليظ بتاعه اتقل. ايه الماده الموجوده هنا؟ ايه؟ مادتين اسمها السيلوز، السيلوز واللاجنين. طيب خلي بالك الكولانشيمي والسكولانشيمي ده وظيفتهم تدعيم، بيعمل دعامه. يعمل ايه؟ دعامه. ولكن خلي بالك البرانشيمي ده الخلايا بتاعته فيها نواه، والكولونشيمي الخلايا بتاعته فيها نواه. فبالتالي ما دام فيها نواه يبقى دي خلايا حيه، انسجه حيه. يبقى ده حي وده حي. ليه؟ عشان عنده نواه، يبقى هيعرف يتجدد، يبقى ده كده حي. طب السكولونشيمي الخلايا بتاعته دي ما فيهاش نواه، يبقى السكولونشيمي نسيج غير حي. طب تعالى اخر حاجه بسم الله. النسيج النباتي المركب يعني ايه؟ ده بسيط. طيب هنا بقى الخشب واللحاء، صلى على النبي. عمرك سالت نفسك كده هو النبات ازاي بياكل؟ ويعني النبات دلوقتي الاكل عن طريق بناء الضوئي في الورق. الورق البناء الضوئي بيصنع في الورق الجلوكوز. طب الجلوكوز اللي اتصنع ده بينزل ازاي للجذور؟ اكيد في جوه حاجه بتنقل واحنا مش شايفينها. طب نفس الوقت احنا بنيجي نرش الميه بنرشها تحت في الارض، يعني في الجذور. طب الميه دي ازاي طلعت للورق؟ يبقى انا عندي في حاجتين بينقلوا الميه والمواد الغذائيه، حاجه اسمها الخشب واللحاء. الخشب بينقل من تحت لفوق، بينقل الميه والاملاح من تحت لفوق. من تحت فين؟ من الجذور، يوديها للساق للاوراق. طيب اللحاء ده نسيج نباتي معقد بينقل المواد الغذائيه اللي اتصنعت في الورقه عن طريق بناء ضوئي، بينقلها من الورقه تنزل للساق للجذور. يبقى الخشب بينقل من تحت لفوق، طالع لفوق لو ميه والاملاح، لكن اللحاء بتنقل المواد الغذائيه من فوق لتحت. طيب هنا الخشب عباره عن ايه؟ عباره عن اوعيه، وعاء هو اللي بينقل، وعباره عن قصيبات، وعباره عن ايه؟ خلايا برانشيميه. طيب اللحاء برضه عباره عن اوعيه بس اسمها انابيب غربانيه وصفيحه غربانيه وخلايا مرافقه. خلي بالك بقى هنا في اللحاء في حاجه اسمها، يا ريت تشوف الصوره قدامك، الخلايا المرافقه دي فيها نواه. الخلايا المرافقه دي اللي موجوده جنب الانابيب الغربانيه اللي موجوده في اللحاء دي اللي بتدي الطاقه للحاء عشان يخليه يعرف يشتغل.
يشتغل هيعمل ايه يعني؟ هينقل المواد الغذائيه من فوق لتحت، من فوق من الورق هينقلها تحت لفين؟ للصقل وللجذور. طيب ده كده الانسجه النباتيه خلصناها. اخر حاجه في المنهج كل سنه وانتم طيبين، الانسجه الحيوانيه. كام نوع الانسجه الحيوانيه موجوده فين؟ في الحيوان او في الانسان. يا ريت ما تدخلش ده في ده. عندي حاجه اسمها انسجه طلائيه، يلا معايا، طلائي ها ضام، طلائي ضام عضلي عصبي. قول معايا كده تاني، طلائي ضام عضلي عصبي. ممتاز، وقف الفيديو يلا عيد مع بعض، طلائي ضام عصبي. طيب الطلائي ده يا ريت منه نوعين، نسيج طلائي بسيط ونسيج طلائي مركب. يا ريت تبص برضو على الصوره، الصوره مهمه جدا. النسيج الطلائي البسيط ده بينقسم لايه؟ نسيج خرشوفي بسيط ونسيج طلائي خرشوفي بسيط ونسيج طلائي عمادي بسيط ونسيج طلائي مكعبي بسيط. يعني ايه كلمه بسيط؟ بسيط يعني عباره عن صف واحد من الخلايا. طب تعالى بقى عشان تركز معايا نرسم كده صورة بسيطة خالص. بص بقى هنا، النسيج ده عبارة عن كده، أهو بسم الله، حرشوف بسيط، نسيج طلع حرشوف بسيط زي شبه العين. موجود فين؟ النسيج طلع حرشوف بسيط. بسيط يعني إيه؟ يعني صف واحد من الخلايا، دي خلايا اللي جواها إيه؟ الأنوية. دي موجود فين؟ في بطانة الشعيرات الدموية، الشعيرات الدموية بتاعت المناخير والحاجات دي. فيها أي نوع من أنواع الأنسجة؟ نسيج طلائي حرشوفي. حرشوفي يعني إيه؟ زي رسمة العين أهي. بسيط يعني إيه؟ يعني صف واحد. طيب النسيج الطلائي العمادي البسيط، عمادي يعني الخلايا بتاعتي كده 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 كده. نلاحظ إيه؟ نمسك واحدة واحدة، نسيج طلائي عمادي بسيط، نسيج طلائي مكعبي بسيط. بسيط يعني صف واحد اهو من الخلايا، ادي خليه 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 فيها النواه. بس خلي بالك عمادي ده شكل الخليه عامل زي العمود اهو، شكلها عامل زي العمود، طويله، خلايا طويله. طيب النسيج الطلائي المكعبي اهي البسيط، صف واحد من الخلايا بس شكل الخليه عامله زي المكعب اهي، وفيها النواه، شكل الخليه عامله زي ايه؟ المكعب. يبقى الفرق هنا بقى في ايه؟ شكل الخلايا. التلات دول صف واحد، بس هنا شكل الخلايا عامل زي شكل العين، فسميتها حرشوفي بسيط، نسيج طلائي حرشوفي بسيط. هنا نسيج طلائي عمادي بسيط، بسيط عشان صف واحد ولكن عمادي عشان عامل زي العمود. هنا المكعبي عشان شكل الخلايا عامل زي المكعبات. خلاص كده؟ طيب المهم هنا في حته ايه؟ اعرف كل واحد موجود فين. اللي في العين ده موجود في بطانه الشعيرات الدمويه، في جدر الحويصلات الهوائيه اللي موجوده في الرئه. طب العمادي، بص بقى هحفظها لك وتبقى سهله خالص. شايف العين؟ عين عين. العين دي في المعده، في بطانه المعده والامعاء الدقيقه، عين عين، امعاء عاء عين، والمعده معده او العين برضو فيها عين، يبقى عمادي. طب المكعبي؟ كاف كليه، يبقى بطنط الكليه. يبقى لو انا قلت لك في بطنط المعده ولا معاه مين اي نوع من انواع الانسجه؟ قلت له نسيج طلائي عمادي في المعده ولا معاه عين عين. طب والمكعب؟ يبقى في الكليه، بطنط ونيبيهات الكليه. طيب النسيج الطلائي المركب يعني ايه مركب بقى؟ يعني عباره عن مش صف واحد من الخلايا، لا مركب يبقى عباره عن صفوف، صفوف من الخلايا. ده المركب زي مين؟ زي البشره. بص يا اولاد، انت عارف عشان باجي اعمل الحركه دي دلوقتي، في خلايا كتير جدا بتقع ميته، فالبشره بتاعت الجلد دي فيها انهي نوع من انواع الانسجه؟ نسيج طلائي مركب. فيها صفوف كتيره جدا من الانسجه الطلائيه. ليه؟ عشان تعويض لما يجي يحصل احتكاك، احتكاك بتلاقي في خلايا وقعت، فلازم يكون في صف تحتيها عشان تعوض الحاجه اللي ايه اللي فقدت. طيب موجوده فين تاني؟ في الطنط المريء. يا ولد مش احنا بنيجي نبلع عمليه البلع، البلع ده ممكن يحتك في الطنط المريء، فالاحتكاك ده برضو هيضيع لي خلايا. فسبحان الله حكمة ربنا ان يخلي البشرة وبطنط المريء يكون عندهم نسيج طلائي مركب. ليه؟ عشان لما يجي يحصل احتكاك او يحصل تلف تلاقي في صف تاني، الصف ده التلف
تلاقي الصف ده يعوض اللي فات، ده مثلا ده التلف ده يعوض اللي فات، هكذا، فاهميني؟ عشان التعويض. طيب تاني نوع من انواع الانسجه، احنا قلنا الانسجه بتاع الحيوان، ها طلائي خاص اتكلمنا عنه. ضام بقى، الضام ده يا ولاد من ثلاث انواع، ضام اصيل، وده موجود فين بقى؟ موجود في ادمه الجلد، الادمه. انت بتقولي يبقى انت لخبطتينا، بص بقى صلي بقى على النبي كده صلى الله عليه وسلم. يا ولاد انا عندي الجلد، الجلد بتاعنا بيتكون من ثلاث طبقات. اول طبقتين، اول طبقه اللي فوق بره دي اسمها طبقه البشره، ودي احنا قلنا ان هي عندها ايه؟ عندها نسيج طلائي مركب، خلاص احنا كلامنا فيها. تاني طبقه تحت البشره دي اسمها طبقه الادمه، الادمه دي تحتوي على نسيج ضام اصيل. الادمه دي الطبقه اللي تحتيها اسمها، يبقى الادمه دي الطبقه الثانيه من طبقات الجلد.